الشمس عدي، طالبة بالسنة الخامسة في كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء. السبب ديال هذه الوقفة هو أنه سدوا لنا المجلس، واننا كنطالبوا دابا بالحقوق ديالنا البديهيه. ما قراوش الدوسي كامل غوفونديكاتيف ديالنا اللي كنطالبوا فيه، وكنطالبوا فيه بعدم بالرفض القاطع لتقليل سنوات الدراسه من 7 سنوات الى 6 سنوات بدون هدف، بدون مبرر، بدون توضيحات، بدون اي شيء. حنا وصلنا دابا للسلك الثاني، يعني السنه الاخيره من السلك الثاني، يعني هما تيبروفيزيو باننا العام الجاي اننا نتخرجوا. كيفاش غادي نتخرجوا؟ وهاد الهضره راه دارت بزاف ديال المرات وبزاف ديال الوقفات، وعيشنا في هاد الفتره ديال 3 شهور ديال الاضراب، عيشنا بزاف ديال الضغط النفسي، والضغط النفسي لواحد الطريقه لا تصور. والبارح كنتفاجئوا بانهم غلقوا لنا المكتب اللي حنا كيوصل الصوت ديالنا وكيفتح باب ديال الحوار والنقاش مع الوزاره. يعني علاش سديتوا؟ حنا عطيناكم، واش غتحاوروا مع جميع الطلبه في جميع المدن وجميع الكليات؟ راه لا يمكن، لا يمكن انكم تحاوروا مع هذا العدد الهائل من الطلبه. واش كاملين غنطلعوا الرباط باش انكم تحاوروا معنا؟ راه ما يمكنش. حنا عطيناكم واحد الممثلين اللي غيقدروا يوصلوا صوتنا كطلبه. حنا راه كاملين كنعرفوا نهضروا، كاملين كنعرفوا نهضروا على صوتنا، والدليل هما الطلبه كاملين جايين، يعني جايين. وفي جميع المدن راه داروا اضرابات وقفات احتجاجيه بنفس الطريقه. الدليل على اننا التصويت كان 98%، صوت الاغلبيه لابد ان يسمع. واش الاغلبيه كتقول اننا صوتنا على واحد الملف المطلبي اللي كنكتشفوا ان الوزير ما عرف فيه حتى شي حاجه؟ راه ما يمكنش، ما يمكنش. واش 3 شهور ما قدرش انه يوفق لينا ولا يشرح لينا ولا يجلس معنا في طاوله الحوار؟ ما قدرش سد لينا الملف، سد لينا المجلس اللي كندافعوا عليه، اللي صوتنا عليه، سدوا لينا. يعني حنا رفضنا قطعا الحوار معاكم. راه هذه سياسه القمع، ما بقيناش عارفين واش حنا في دوله ديمقراطيه ولا في دوله ديكتاتوريه، ما بقيناش عارفين واش حريه التعبير ولا التهمه، ما بقيناش عرفنا، ولينا عايشين في واحد لونسومب دو بيربليكس، ما بقيناش فهمنا. راه حنا ماشي ما بغيناش نقراو، راه الموقف ديال راه المكان ديالنا هو الكليه، المكان ديالنا هو السبيطارات. حنا بغينا نقدموا الخدمه للمواطن المغربي المريض، حنا ما بغيناش نقدموا لهم خدمه فاشله. حنا عرفنا حاسين باننا غير مؤهلين اننا نتخرجوا في 6 سنين. حنا كنطالبوا بجوده التكوين. واش حنا غنضحكوا على الناس؟ راه ما يمكنش، راه ما يمكنش هذا الشيء. شكرا. الطلبة عبروا اليوم عن موقفهم بصريح العبارة أنهم كيطلبوا من الوزارة أنها تتفادى هاد الأساليب اللي كتزيد في السخط الطلابي وكتزيد في الاحتقان، بدل أنها تلقى حلول واقعية للأزمة. الحلول واضحة، ملي كتخرج قرار ما كتقدرش تقنع به الطلاب، ما كتقدرش تقنع به بزاف ديال الناس، يعني فيه خلل. هاد الخلل كتمشي تحاول تجود وتلقى فيه تحسينات، كتلقى فيه تخريجات بالعربية تعرف، كتلقى تخريجات اللي غيخليو ان الازمة تفك، ماشي انك كتمشي تخرج قرارات اللي كيزيدوا يعصبوا الطلبة، كتعطي للمجالس التأديبية الممثلين، كتخرج قرار بحل المكاتب، والمكاتب كتستمد الشرعية ديالهم من الطلبة. الطلبة والمجلس ديالهم والمكاتب ديالهم جسم واحد، يعني علاش؟ علاش؟ لأننا ما ماشي منفصلين عليهم، ما كنديروا الحاجة حتى كيك، حتى الجموع العامة كتقرر الحاجة، وبالتالي في هاد الطريقة وهاد لابخوش غير كتزيد تأزم الوضع. وحنا مقبلين على ورش كبير ديال الحماية الاجتماعية خاصين الموارد البشرية، الطريقة اللي كيتدبر بها الملف ما
كيخليو الناس انهم ماشي بلدان ما رباوهمش ما كبروهمش يمشيو يفكروا انهم يمشيو ليهم. راه يعني مزيدا من التعقل ولا بغينا التعقل باش من مزيد من التعقل. عافاكم الله يخليكم. التعقل والحكمه راه كاينين عقول كثيره رشيده، لا سواء في المسؤولين لا في الطلبه اللي قادرين يلقاو الحل. علاش هاد الاساليب؟ علاش هاد الاساليب؟ وشكرا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.